تفهمي ان سمعه الناس مش لعبه، وانت صغيره قوي ما انتش قد اللعب مع رشدي بهلال. كان لازم وانت بتقولي الكلام ده يصعب عليكي حال الناس اللي هيتوقف حالها بسبب تهورك. لا 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 لو سمحت، انت فاهمني غلط خالص. وبعدين كان انتوا عندكم رجالتكم، احنا كمان لينا ناسنا وممكن نزرعهم في قلب مكتبه كمان ونعرف عنه كل حاجه، واللي عايزين نوصل له هنعرف نوصل له سهل جدا علينا على اذنك. انا رحت جنينه حيوانات زلاليمو، شفت زلومه. معلش عايزه فريش اورنج. مساء الخير. مساء الخير لمؤاخذة يا اخ. اتفضل يا فندم. انا ازاي دي؟ لا هذه اشياء مش لللمس. ايه ده؟ انت ايه؟ ايديكي عرقانة دهب؟ دي مش لللمسات. دي اديتهالي واحدة من اللي هي بتاعت اللو، واحدة ساحرة. اوه قالت لي دي فيها ساعة حظك. دي من غيرها انت فرد جزمة. عارفة جزمات؟ جزمات. انا عايزة زي دي. يا وليه ما قلنا ما ينفعش. ما ينفعش دي، قلنا دي معمولة لبوشكاش مح. انت في حاجة حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجة عايزها مني؟ اتفضل يا خواجه، التمثال تمن البضاعه. وعمرت عمرتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعه شيء وعمرت شيء تاني. والله بقى دي العمر اللي طالعه من ذمتي، وانا ما يتلويش دراعي. انت سامع ولا لا؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقه اللي هدفع بيها الصفقه اللي جايه، ولو ما كانش عاجبك هغيرك انت والراجل بتاعك كمان. لا اذا كان الكلام بالشكل ده بقى انا هخليك تبطل شغل في سينا خالص، وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعه اللي انت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت هات لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش، عارفه الشنطه. فندم ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافته يعني. انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تتضرب. لو سمحت لو سمحت. ايوه لو سمحت. أيوة. ممكن تولع لي لو سمحت؟ نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. كابو عربي. السلسلة السلسلة السلسلة. يا خرب بيتك يا ناس، كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش، كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك؟ يعني مش عارف نوال مين يالا، ما اعرفش. شكلك ياب منهم يالا، شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربيه وانت بصحابك. ايدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ لا صلح بيهم العربيه. بص
شكلك انا بروح على حميد ديده عليك لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومه تجيب لي حق منك يالا. انا اللي هجيب السلسله وهفرجك نفسك انت واللي معاك دول. سلسله؟ انا فاهم الحركات دي كويس يالا. انا بقى هوريك. ابويا 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 اطلع بيها الناس من العرب. لا انا عايز الدقي ابن خالتي عامل شرطه هطلع عين امك. اطلع هنا ولا هيعملنا. اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ايه ده؟ لا لا ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى سلسله ضهري سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه. في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ بركات الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه. وادي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص. شيك معايا اهو بكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7 انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. كيف السواق القلابه يا عم؟ هي ناقصه شعر. ما انت مش هتروح لوحدك. هي ناقصه شعر ولا ناقصه خنقتك انت؟ ايه يا ادو تربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيدك ولا ما تاخدش بيدك؟ انا هي ناقصه خنقتك يا اخي. Oh,
ها؟ أنا فين؟ جت سليمة يا بيه، الحمد لله، الناس حربوك من الأتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. إيه؟ 12 ونص؟ لو سمحت، أوضة بركات الصغير، رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. أه بتاع الكورة مش بتاع البليلة، بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة إيه؟ الراجل هيطير مني، خلص، شوفه. شوفه الصغير. بركات حياتنا، اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو؟ يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو. اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق انت طالب قهوة سادة؟ اسمه فلافيو، فلافيو خلص. حاضر. ايه ده؟ اتفضل. اصل انا فيلو بينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاسم. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم، عن طريق المحافظة، عن طريق المديرية، بس خلص اللي جابه امي. حصل لي ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22-16. ايوه. الدور ال 22 قاعة المؤتمرات. فخس على عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ الشوارع زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه، عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز يرشينال؟ بأمره ايه، شطارتك ولا خيابتك؟ شطاره ايه وخيابه ايه، وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه، وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله فيها يا بكر بيه، بجعت في ايه؟ الله، ما انا ما جبت لكم ضغط لعيبه، وجبت لكم لعيبه من غير انضغاط، وجبت لكم لعيبه ما لهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيه لك واجيب لك اقعد لك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا. عندك انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد هناك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ يابا واحنا شغالين عند التابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام ساعتنا ايه. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه، عايز نثبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض ده فوت. احنا هنضربك من قلب الجنه، ولا هنضربك من قلب الجنه. طب يلا سلم العقود اللي معاك، وسلم اللابتوب اللي معاك، وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا اسوق. سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخلص. Shut your fucking mouth! لا! اوعى زمزم! الا فاكر دي نعرفها من الافلام الاجنبيه، مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه، مش انا اللي فاهم انجليزي كويس. انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان! انا حيوان؟ ايوه حيوان! انا حيوان! ايوه حيوان! شريط امي يابا! تعالى! كويس ان انت سقت يا بوشكاش، بعد اللي حصل ده عصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه، ده انت بهدلته. انا صحت يا بوشكاش، انا اترفدت كمان يا بوشكاش. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خايب، ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوشكاش، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوشكاش، ماشي. خلاص. اوعى تزعل مني يا بوسكس، انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص، انا عايز انهي العلاقه دي يا سمسم. يا دي الكارثه السودا، ساعت مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا عارف. يا عم اتفول. يا سيدي انا ما بتفولش، انا ما بتفول، انا بقول لك دي شقيت انا. خلاص. الله يا ساتر. الشكل دولة. انزل يلا اجل، انزل بجلدك، انزل بجلدك. مش حسيبك بقى ما حصل يا بوس. حذبني، انزل وانزل بجلدك. يلا بقى، يلا يا راجل يا رب.
بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. هجيب السلسلة يعني هجيب السلسلة. أعدك يا هانيا. كفيل مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوة على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضية. مكرمة. نعم بونجور مسيو بونجور. حضرات السادة المشاهدين، ان هذه المتهمة الماثلة امامكم قد اخذت السلسلة عامدة متعمدة هزيعة بكل القوانين. اوه سترو، لا مش انا خالص. خش يا زمزم الكلب باسرك ده واخسر. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش سادة يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح الشنطة من المزيل. خلي بالك من نفسك، معاك تاكسي ولا راح؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في ايد اي حد تاني ايه اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه، بس مين قال لك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع بكر، انا عايز الفيديو ده باي تمن. مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان. المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مأمنة نفسها بحاجه. 100% هي اللي بعتت الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يسير هنا؟
ميرسي قوي على الشكر يعني التوصيله دي. بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت رجعت ورا وانا هعضك ولا ايه؟ رجعت ورا كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي، شكرا قوي. بس انا يعني ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس، اشمعنى؟ بصراحه بصراحه يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفه اللي هم بالكده، فناس محترمه. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفه بايخ، مش عايزه حاجه كده تكسره، صح؟ ها؟ سلسله يعني ساعه، يعني لو سلسله بقى وفيها ساعه يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معكيش سلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت تحس عبط يا بنت؟ ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في قله ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي. طب استنوني تحت في البوكس. تمام يا فندم. قولي لي يا حجه، هو المرحوم لما حصل اللي حصل ما كانش ليه اصحاب؟ حد منهم كان معاه ساعه الحادثه عشان نعرف منه اي معلومه تدلنا على القاتل؟ والله يا ابني هو جري مسروق على التليفون. طب التليفون ده من واحد ولا من واحده؟ مش عارفه، واحد ولا واحده. انا قلبي بيوجعني قوي، هحاول افتكر بس كان واحد ولا واحد. وحاب اجي اقول لكم في الاسم. لا بلاش اسام، ابقي اتصل بيا شخصيا. احنا كلنا اولادك. بالسلامة يا ابني، ربنا ينور لك طريقه. افتح يا حاج طه، الجرس هيموتني. مساء الخير يا حاج طه. ايه ده رايح فين؟ ايه ده؟ مين؟ انا. انت مين؟ انت بعد ما لبست النضاره برضه مش عارف انا مين؟ ايه لابس شامبر بس ولا ايه؟ انا نسيبك. بوشكش؟ اه بوشكش. وايه اللي في وشك ده؟ انت بتاكل ايه؟ باكل ايه ايه؟ ده عضيت لساني. لا لا لا، دي له كمان. والله عضيت لساني انا. والله عضيت لساني. ادخل ادخل ادخل، اقفل الباب وراك. مش بقول لك لوكمية؟ كسرت عندك ايه تاني بس يا حاج؟ لا ده خالي العيال بوشكش وصل. بوشكش؟ اتصرف يا حاج؟ بس يا دي انت وهو يلا. فكروني بيا انا وانت. يا لهوي. ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي ايه؟ يا ست ما انت نت هتقضيني زيه، عضيت لساني. لا دي لوكمية. والله عضيت لساني والله. بقول لك لوكمية. يا عم قول لها حاجة يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان، احضر لك لقمه. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شويه بس. وماله، اعمل لك كوبايه شاي بلبن وطبق كده فيه شويه قرص وشريك. قرص وشريك؟ انا داخل ادفن يا تهاني، انا عايز انام. ما تقول لها حاجه حاج طه بقى. خلاص سيب راحت. تهاني تهاني تهاني، اجيب لك قرصه؟ يا ست مش عايز قرص، شيل القرص. عايز بس يعني حته تلكه كده. لوكمية صح؟ ايوه لوكمية. حضر يا حضر في الحمام. ايه؟
الواد ده بيمشي على ايديه ورجليه ولا ايه؟ كان في الكنيفه احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه وانا شريف. اخوي يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خالو؟ ايوه حبيبي خالو. ايه اللي جابك عندنا؟ لقيت نفسي مقصر في حقي ولاد اختك يا خال يعني. انت عايز تخلص اللي شقيتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خالو بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، هو حد يكره انه خاله حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول له الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يلا بلاش السؤال بتاعت اهلك بقى دي. انت رخم اقوص. انا رخم اقوص. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار. قوم بقى. امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف. شريف 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 يا مهرزان كومودين ونايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سن فايع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص خلاص. لا